هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم، عيد أضحى مبارك عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. ها مثلي مثلكم بالملابس حق كل يوم، لأنه عيدنا جميعا عودة السلام إلى اليمن وكل اليمن إن شاء الله. في ناس سبقوا العيد وراحوا يعايدوا بطريقتهم، يشتوا يتخارقوا من النثرة، ويا لها من نثرة بلا ثمن ولا تسوى التعب. نازل 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 وفي الأخير نزلوا ملح وخارقنا يا صماطة نشتي العيد. قلنا لكم من بدري أتقرصوا العافية وقروا يا متعب سنين قد بعتم خلاص. قلتم لنا ولا نحتفل بذكرى التأسيس، بدأتموها تنسيب ويا كوادر المؤتمر اشتغلوا من فوق الطاولة، اخرجوا من البدرومات، خلاص قد غمزوا لي انه موسم البرمن قادم. نحن هنا، نحن الاطول والاعرض وما بش فحاطة. انا بدو كيف ريش. زاد العيال شوية وقلتم بنستعيد الجمهورية. وضيعتم حتى اخر بدروم كان يمسي فيها الزعيم. وفي الاخير ده الدحس كله عشان يطلع يبربر 4 دقائق ويسلمكم للحوتي. رفد القبهات، طلع الخبير صاحي قلع لأبو عفشفش التواير والأرجل. وبعض الشلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن، رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد، وحاسب حسابه ها هو. وأحلى شيء عملوا الحوثيين بأبو عفشفش إنهم زادوا اللقب من المخلوع إلى المخلوع خلعاً، وهو يزروط أحلى داخل. كان يهنجم إنه معه حزب طويل عريض، قالوا له صح معك حزب كثير وكبير بس إحراق والله. ليس له رجال، له دجاج. أبتعدوا عن الاحتكاك، لا يجركم إلى الاحتكاك. احتكاك له دجاج. قذك بعد تسروع وحدك، قلت لا تتبهدل قدام جماهير المؤتمر العريضة. خلعن هو هذا الخلعن، وبعدين يعقبوك القاوقات، حوشوا له زي كلاب المجزرة. هذا معادي صريح في كل قولة وزغط مراعي له، وهذا المهنجم الكبير من بعيد كذا يهنجم ويلمح، وهذا يحرض على راسه علني، وهذا يقول الملازم انت داري ما فعلت بك 6 حروب، وهذا يوهف ويبرد الملاطيم. 4 أنفار تشالخوا فوقه وفوق الجماهير العريضة بتسميات وتكوينات، وبرموا في ليلة وضحاها. هو اللي بال70 وال700 ألف خالفوا أضلاعه، مجلس حكماء البزرميط الشعبي، قال اللجنة الثورية العليا، قال المكتب التنفيذي، قال المجلس السياسي، وهذا يصدر بيان، وهذا يندع تصريح، وهذا يعمل تسريب، وهذا ينبع، وهذا يصرخ. خبلوه، بهدلوه، نتفوا له باقي الريش، وفي الأخير عاقل حارة الجميع من الضاحية الجنوبية يتوسط بقى. يلا خلوه يطلع يعمل نمرة 4 دقائق يا راجل. صافي ناس تهز في أتفه عرس 1/4 ساعة، وانت حرس جمهوري ومشايخ وشنب الزوكة والعواضي والراعي واللجنة الدائمة والنائمة، و4 دقائق و35 ثانية لا غير. ومن بعدها لقطوا أصحاب الحج لقاط، هذا خطفوا ابنه، وهذا خرحوا راسه، وهذا طلبوها النيابة ولبقوه، والبقية كل من فحط له بدروم، ولو ما وصلوا عند الصمات يبوسوا القدم ويبدوا الندم ويبصموا اتفاق. أتفق لك مع حوثي،
المهم ما سمحوا لهم يعيدوا مع الناس، ومن بعد العيد لهم خبر، وخلالها كم ملطام هنا وهنا بس ما يضرش. سلامات يا محامي المخلوع خلعان، قدرت تسلم بالعيد او السلام نظر. ايش كان يقول لك عقلك يا ابو عفشفس؟ ايش كان يقول لك؟ دخول الحمام زي خروجه. من يوم ما الانقلاب وانت اكبر الخاسرين. انا وحدي اللي كسب هذا الاسبوع ماده دسمه لكم كلكم. قد كان الوضع بورة على فكرة، وقابكم الله قابكم الله. نفر 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 نفر، شغل شهرين ولا قدام. ليلة النزول إلى قعر السبعين قام المخلوع خلعا، وبعد ما تمرمط اجتمع بالزوكة والراعي وأبو راس، وندى عاد الخطاب، خطاب القمرة، خطاب المكابرة. وبكر عوره وما مع اللعين، وبكر عوره وما مع اللعين. ندعو الجميع إلى التواجد في ميدان السبعين لتوجيه رسالة للخارج، وبالذات موجهة إلى المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة. ونأمل أن توصل هذه الرسالة وتجد آذان سامعة. الحين هو كان الحجد بمناسبة تأسيس الحزب أو تسليمه يا أبو عفشفك؟ هو إيميل إيميل وتنسى الداوية والإهانة وتوصل رسالتك. خارقونا أنا تعبت. من تشتي بالضبط من آذان صاغية؟ نحن على استعداد للحوار مع دول العدوان ممثلة بالمملكة العربية السعودية. الحوثيين ما عندهم حقه، قال يستخون عش الزوجية يا عيبا. ولما يقولوا لك مش أكد تزعل. إيش يعني طلع إنك تهاوز ولد الجيران؟ من حقهم يغاروا، من حقهم، ومن حق محمد علي الحوثي يغار على شرفه وشرف الجبهة الداخلية. مراسلات وغراميات وتشتهم يسكتوا وإنتم إنتيم، ما يصحش برضو. الشعب اليمني يعاني معاناة كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي، الوضع السيء، الوضع الدوائي، البلد بتقلق. المحاناة سببها التحاصق الاستراتيجي بينك وبين الحوثي، خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم. مش كان مفروض تستخدموا حبوب وحاجات كده تمنع الخلفة والكوارث؟ هذا مواقف مبدئية وثابتة عند المؤتمر الشعبي العام، ونأخذ ما يجب أن نأخذه في إطار مصلحة اليمن ومصلحة دول الجوار. هذا مش تلميح، هذا تصريح عيني عينك انه اللي بيضرب امن المنطقه والجيران ما همش المؤتمر، ما هم صالح، والحوثي وحق المجانين. وعادك تشتي تضحك على الحوثي انك ما بتلعبش بديلك من وراه، هذا خذوه قدام الله وخلقه. شال خرقه لعيني عينك، ايش باقي في نفسك؟ طلع طلع فضفض. المؤتمر الشعبي نشا من هذه التربه الوطنيه، ليس له أي ارتباط أو ثقافة خارجية على الإطلاق. وهذه الثانية، هنا تلمح للملازم وهنا التربة. يعني الحوثي له ارتباط بإيران وإنت لا تعرفه ولا تصرفه ولا لك دخل منه، تأكل بطرف المائدة بالطرف الثاني. ما حد غصبك على أنك تتحالف مع الحوثي، ماذا الحين إلا تربة وطنية؟ أنتوا تعرفوا أن احنا مضحين منذ بداية الثورة في 26 من سبتمبر عام 2020، والشعب اليمني يقدم تضحية ومستعدين نقدمها. يعني يا جماعة الحوثيين إماميين، وإنك أنت مستعد تقاتلهم باسم الجمهورية. وهنا بدأت تدغدغ عواطف المساكين ينزلوا. جبان وما عمرك فعلت أو واجد حد بنفسك، تدول لك حليف غشيم عاده بل، تاكل الثوم بفمه وتبلع السمره كلها وانت تخرج من العجين زي الشعره. ماذا الحين الحوثي قدوا ضد الجمهوريه؟ ولما زرقتوا صنعاء ايش كان؟ لا يا حبيب الزوكه، هذا كان زماننا، اليوم خلاص اصبحت مكشوف. فاصل ونرجع لابو عفشفش الجمهوري. حيا بكم ومرحبا.
نعود لخطاب المكابرة والتماسك والصمود ليلة النزول للسبعين. قد كان وصل النوع ضحى من أجل الجمهورية. الحوثي جالس يفاخر باللي بالمقابر، وهذا يحشر الناس القاوعين للميادين مزهنين أنفسهم براتب وقال عيد ولا حتى شموا خبزة ولا رجع لهم جمهورية ولا حتى رجعهم لبيوتهم وقراهم اللي قلبهم منها، فلتهم بالسبعين وفحص. قلت عن الحشود الذي كانت تنزل في ميدان السبعين في 2011 كان بالحرس الجمهوري والأمن المركزي. طيب هذا الحشود الذي جاية وذي بتنزل الآن، هذا أمن مركزي؟ هذا حرس جمهوري؟ تمام، نزلوا عشانك. إيش عملت لهم؟ قلت لهم يلا وللقبهات روحوا بصدمة عاطفية لا رحمك. احتشدوا، قالوا بترجع لهم الجمهورية وإنك فلتهم ومشيت وما قدرت حتى ترجعهم لا قراهم وبيوتهم وما لقيوش حتى مصروف الطريق حق الرجعة. الجيش العائلي دمرته، ولو ما دمرش هذا الجيش لكانت المعادلات غير ما هي موجودة عليها في الساحة اليمنية، كانت شيء ثاني. شفت كيف؟ كان بقى يخارجوك من اللطوان بكل قولة، متحسر انك اليوم رهينة عند الحوثي، جالس تبرر وتضحك على نفسك، قاهر قال بس وكلهم بيوقفوا معك، لكن الحوثي قدوم دارين ما معاهم. سلمت لهم الجمل بما حمل والسلاح والمعسكرات والضياح، وتشتي حفال عراء يردوا لك الديولة اليوم بالصمود والصبر والسلوان على الملاطم. كنتوا تقولوا لنا كنا نصرف من الخزينة العامة في أي تحشدات، والآن دينار واحد ما نمتلكه. لنا مستحقات طبقا لقانون الأحزاب، لنا مستحقات أكثر من 750 مليون ريال. واحد يؤمر واحد يلغي، واحد يؤمر واحد يلغي. قض قض عليك محمد علي الحوثي الضرور، بس أخون عليك عبد الكريم وعبد الملك الحوثي. وعلى فكرة، على فكرة الصراع بينك وبين ذولا شخصيا، بينك وبين محمد علي وعبد الكريم، ما هو الصراع مع المؤتمر ولا شيء، بس قدك تتستر لك كل فترة بعذر، وبعد مكانك عند 500 مليون حق المؤتمر، للعين خده 700، ما لقوش الناس رواتب وانت تشتي مليارات لصورك اللي بيتشططوا. قل الله عقلك، قابلك الله فرعون مفصل عليك تفصول على طولك وعرضك، واحد يؤمر والثاني يلغي زي ما كنت تسوي بخلق الله. ميدان السبعين هو ظاهرة سياسية لنا ولكم، الذي بيخافوا من ميدان السبعين هو مش موجه ضد أي مكون سياسي على الإطلاق، على الإطلاق. هذه تكهنات. قال ظاهرة سياسية لنا ولكم، تملس على روحك، شوف ألاعيبك صارت مفضوحة، قصدك تطمنهم. لو فاكر الحوثيين هم ثوار 2011 واللقاء المشترك فأنت غلطان، هذه مشكلتك عمل زي بني إسرائيل زبطوا النعمة، قلت اشتي فهمها وعدسها وبصلها، فربنا جاب لك بصل صعبي. قشر وخلي دموعك اليوم أربع أربع، واسرح أكبر مقاتيلك وعانق الذي اللي عوروا لك بالمصباحي. أنت مرصود عندهم من سابق عدو في 6 حروب، مش شو لعبة، نص درزن حروب مش نص درزن بيفك، هذا مو عليك تتحالف إلا مع ذولا اشراب. الآن قد المؤتمر الشعبي العام خائن، قد المؤتمر الشعبي العام خائن، مرتبط بمن؟ لا ارتباطات بالخارج، يا عيبة يا عيبة. جيب اللي يعرف العيب، باب باب باب. صدقتك يا قبيلي يا عسير، قطعت قلبي يا ابو عفشفش، وانت يا عبد الملك يا عيبة كيف تطاوع قلبك يا عيبة يا قليل المعروف يلي ما يقطع في بق قاطع. الان قدو خاين وهو قابلك مفاتيح كل سرداب، فتح لكم صنعاء اللي ما كنتم تحلموا تدخلوها زيارة مرضية، واليوم تلاحقوه هو واصحابه فيها من زغط لزغط. امسكوا حقكم المجاني، عقلوهم، لا تصب الزيت على النار، البلد مكهربة
قال الكهرباء ما فيش فيها كهرباء من ايام كالفوتة. طافي من يوم ما شفنا خلقتكم من سنتين ونص، والطاقة الشمسية يلا نتولع لمبة ساعتين ولا مروحة ما تكهربش حادة. المجانين هم بس انت عقلت زيادة لما شفتها وصلت للعيال وتعور نن عينك قليل وعادهم يدوروا للسمخ الصغير اللي صدق اسمه. بلد بتقلق، عدم صرف الرواتب البلد بتقلق. اوقفوا هدئوا السرعة، كلما ازدادت السرعة يعني خلل في الخط. هدئوا السرعة والتهدئة لنا جميعا. هدئ الخط انت، لما خد الشاص فوق راسك مهروين ماذا الحين هدئوا السرعة. وخدك داري انك قلبتهم من داخل صعدة بدون فرامل. نهاية المحنش للحناش، ما هوش خلل في الخط. قل ما قدرش تفعل لهم مطبات لما تحصل عندك. اتحركوا مش حاربي ورقدي. وهم والله ما عاد غمضوا، فتشت الكتاب وجمعت الجن، والان يا منعة فرقوهم. فانا ادعو اخواننا في انصار الله والعقلاء والسياسيين والمجربين ان يهدئوا السرعة ويعقلوا رفاقهم ويحكموا العقل والمنطق دون اللجوء الى الشتائم. شلوك الجن، كان الشتائم ارطب لك. ما هم بطلوا الشتائم وشغلوا الدعسة. المقربين لإيش؟ لقوا السلطة. اللي قصدك إنه طعم الكرسي والبرقيات والمكاتب والهذا، وما عاد يشتيش مشاكل وقد خرطته. قد صفخوا لك الرضي، صفخوا نصاف بالرأس، قال دون اللجوء للشتائم. والحقوا مسكين المسوري، قطملوا يداته وقم صلاحه. الموضوع قد عدى الشتيمة يا أبو عفش فاشة، قدهم عند الخبيط وقراح الريوس. بيدوروا لك راس ثور ولا غرارة قراد. الذي يقول ان احنا لماذا حيينا الحين هذا المنازل؟ احنا نحيا 35 عام في ظل العدوان، نشتي الناس يتنفسوا يتكلموا ضد العدوان. ما خلوكش تتنفس خمس دقائق، كيف تشتي تقنعنا ان الجماهير تنفست؟ قاؤوا يسمعوك وانت تعلن استرداد الجمهورية؟ ما فيش. طيب ترد لهم المرتبات؟ بلاش. طيب تردهم لا بيوتهم زي ما قبتهم فوق باصات ودينات وشاصات؟ ابدا. عادك تشي تواهدرهم الى الجبهات ومنها الى المزرعة السعيدة. حمى الفلوس والتبرعات والهنجمة والملاطم. شاكرا كل الجهود لكل القيادات المؤتمرية في القيادة العليا والقيادة الوسطية والقيادة الأدنى الذي تحشد بسخاء ويبيعوا الآن ذهبهم وأراضيهم، يبيعوها من أجل الحشد في ميدان السبيل. هذه حالة نادرة. تبرع ما بش خزينة عامة. يلا سبحانه اللي قد خلاكم تتبرعوا بذهب النسوان بعد ما برعكم العودي على دوام العيسى الليل. هي حالة نادرة فعلا، زي ظهور مذنب حالي يظهر كل 67 سنة، والمؤتمر أول مرة يتبرع من 40 سنة، وكله من الخزينة من حق الشعب. حتى هذه اللي تتلقى المطارق نبتت من خير هذا الشعب. أتحملوا، ما يرحم الله إلا المسكين. أما أنتم من الشعب السابق. أشوفكم الأسبوع الجاي، عيدكم سعيد وأوقاتكم سلام وأمان إن شاء الله. سلام عليكم.